مساكم الله بالخير، معاكم اخوكم عبد الوهاب بن سلامه. نفس ما عودناكم ببرنامجكم دقائق تهمك، عاده نتكلم عن قصه من قصص المحاكم ونقول لكم بعض الشغلات اللي من الممكن ان اي شخص لا سمح الله يطيح فيها، ونقول لكم شنو من الممكن ان انتم تسوونه على اساس تتفادون هذه المشاكل. مالكم بالطويله، ندش بالموضوع على طول. عنواننا اليوم الابتزاز. الابتزاز أكيد كلكم سمعتوا عنه، شخص يبتز شخص، شخص يبتز أنثى، أنثى تبتز شخص، أو أنثى تبتز أنثى. الابتزاز ما له علاقة بأمر موجود في مخيلتكم، ما له علاقة بتصوير فيديو أو بشكل، ممكن يكون الابتزاز بمستند أنت ما ودك أن هذا المستند يطلع، فالشخص أو المتهم يبتزك أو يبتزك ويطلب منك بعض الشغلات أنت إذا ما تعرف القانون راح تسويها بلحظة ضعف، وراح تحس إن هذا الشخص نفس الأسد اللي ناط على رقبتك ومسيطر عليك سيطرة كاملة. اليوم راح نقول لكم قصة بسيطة من قصص الابتزاز، وعقبها راح نقول لكم لا سمح الله لا سمح الله إذا أي شخص فيكم طاح بالابتزاز شنو من المفترض عليه إنه هو يسوي علشان يحل مشكلته. مو بس يحل مشكلته، يحل مشكلته بسهولة، الموضوع ينحل بسهولة، خاصة قضايا الابتزاز. عنواننا اليوم صديقة تبتز صديقتها، صديقة تخون صديقتها. الخيانة ما لها علاقة يعني الزوج والزوجة أو أي كان، ممكن الصديق يخون صديقه. هذه صديقة خانت صديقتها، شلون؟ تعرف أسرارها أيا كانت هذه الأسرار، ما راح نذكر تفاصيل التفاصيل، ولكن صديقة تعرف بعض المعلومات عن صديقتها، وللأسف الشديد خانت هذه الصداقة وابتزتها بأمور هي تملكها. ما راح نقول شنو التفاصيل، ولكن هذه الإنسانة يعني ما كانت شاكة بحد، لأن لا يمكن أن أنت تشك بشخص أنت يعني تقعد وياه وتاكل وياه وتشرب وياه وتضحك وياه. هذه الإنسانة تعرضت لابتزاز من أكاونت وهمي، توهقت ما تدري شو تسوي، سلمت مبالغ حق الأكاونت الوهمي مرة ومرتين وثلاث، وعقب يعني فتش عني، خلاص سويت لك اللي انت تبي، ماكو فايدة، راح يضل وراح يلاحقك طول عمرك لا طالما هو معاه بعض الأمور اللي يبتزك فيها. انزين، هذه الإنسانة تبتزها صديقتها، ما تدري ان صديقتها اللي قاعد تبتزها، ما عندها خبر، يوم انها خلاص فلست، يوم انها بس اطفشت، جت وكلمت مكتب محامي. يا أستاذ الموضوع واحد اثنين ثلاث، وأنا قاعد أتعرض لابتزاز من أكاونت وهمي، شو اللي إحنا سوينا؟ من الطبيعي نقدم لها شكوى في نيابة الإعلام، ونيابة الإعلام اتخذت الإجراءات الكاملة. عقب ما تم التحقيق وحال القضية للمباحث الجنائية وتوصلوا للمتهم اللي هي المتهمة اللي هي صديقتها، إيش صار فيها؟ انحبست فترة معينة تقريبا يومين في المباحث تحت ذمة التحقيق، لأن المباحث تملك في الجنايات أن هي تحبس 4 أيام. باليومين الترجة قامت الترجة رفيجتها، يا بنت الناس أنا آسفة وسامحيني وتكفين أسوي لك اللي أنت تبينه وأرد لك فلوسك. اتصلت علي عقب ما صادوها، وعقب ما عرفوا أن هي اللي قاعد تبتز، لأن كانت قاعد تبتز يعني بالتليفون، والتليفون في النهاية سهل الوصول له، أسهل شيء أنك توصل حق التليفون. عقب ما توصلوا حقها اتصلت علي قالت لي يا استاذ انا اتنازل او ما اتنازل. قلت لها الموضوع بالوقت الحالي متعلق فيك انت، يخصك انت ما يخصني انا، روحي صلي استخاره، استشيري اهلك، كلمي اي احد انت تعرفينه، كلمي اصدقائك وقرري. طبعا عقب ما قررت قالت لي خلاص انا بتنازل عنها، بس ترد لي فلوسي وترد لي مبالغي. فعلا ردت المبالغ وما اخذت منها زياده وتنازلت. النقطه اللي انا ابي اوضحها بالوقت الحالي، بعد التنازل القضية اللي مثل هذه لا تحفظ، يعني ما تتسكر، لا، القضية تظل ماشية في النيابة العامة وتوصل للمحكمة. هذه الإنسانة قضيتها وصلت للمحكمة وحكموا عليها بالامتناع
عن النطق بالعقاب. يعني المحكمة تقول أنا أدري أنتي مسويتها وأدري أن أنتي مذنبة، ولكن لأنك بنت ناس ولأن إحنا نتوقع أنك ما راح تعيدينها ولأن إحنا ندري أن أنتي انقرستي، ما راح نقول شنو عقوبتك. هذه الامتناع عن النطق بالعقاب راح نشرح لكم إياها بحلقات ثانية شنو يعني امتناع عن النطق بالعقاب، ولكن هي إدانة. طيب بعد الفاصل أهم فقرة راح أشرح لكم كلكم شنو تسوون إذا تعرضتوا لمسألة نفس هذه لا سمح الله، وراح تعرفون مني كل التفاصيل هذه. تابعونا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل بموضوع أنا أعتقد أنه مهم جدا، موضوع أنا أعتقد أنه في ناس وايد للأسف الشديد طايحين فيه وللحين ما بلغوا أحد، موضوع متعلق بناس خسروا مبالغ كبيرة وما زالوا قاعدين يصبرون ويتحملون وما زال رصيدهم قاعد ينقص بس لهدف واحد، يخافون أن المعلومة أو الصورة أو الفيديو أو الشيء أي كان اللي موجود عند المتهم يخافون أنه يطلع. يتعلق بمسألة بالنسبة حق هذا الشخص جدا كبيرة، أحيانا الموضوع اللي الناس تخاف إنه يطلع يكون متعلق بحياته ومامات، فالناس تقول أنا ليش أجازف وليش أحاول إني أحارب هذا الشخص اللي ماسك علي الشيء الكبير، ممكن إني أخسر الحرب وفي النهاية حياتي تروح أو سمعتي تروح أو معلومة معينة تطلع علي تخلي الناس ما تقعد وياي، أو إن تقول هذا الإنسان سيء أو تقول عنه أي كلمة مو زينة وما تقعد وياه. أنا عشان أختصر لكم الموضوع، نسبة نجاح القضايا اللي نفس هذه تحديداً فوق 99%، فوق 99%. يعني شنو أكثر من 99%؟ يعني أنا بالنسبة لي 100% اللي أنا قاعد أشوفه نسبة نجاح مثل هذه القضايا إذا اشتغلت عليها صح. طيب ليش وشنو فرق هذه القضايا عن باقي القضايا؟ قضايا الابتزاز تحديداً الدولة حطت إدارة كاملة برجال أنا أعتبرهم جيش مختصين في حماية الناس من الأمور اللي تتعلق نفس هذه اللي هي إدارة الجرائم الإلكترونية متعلقة بالمباحث، وين مكانهم، وين دوار الجوازات البستالمية، تروحوا لهم من غير محامي دشوا عليهم وبروحكم واستنجدوا فيهم، والموضوع راح ينحل بكل سرية. مو بس راح ينحل بكل سرية، راح ينحل بكل جهد، لأن الموضوع يتعلق بمسألة جدا حساسة. فيا جماعة الخير، الموضوع إذا كان الشخص هذا المبتز مو معروف، وين نروح؟ نروح لدار العمل للمباحث الإلكترونية. لدار العمل للمباحث الإلكترونية راح يسوون شغلة معينة، راح يطلعون هذا الشخص إذا كان موجود داخل الكويت جدا سهل يطلعونه لأنه قاعد يبتز بمسألة تتعلق بتليفون، والتليفون وايد سهل إنهم يطلعونه. وإذا كان هذا الشخص معروف شو يسوون؟ تروح أو شو تسوي؟ تروح وتقدم شكوتك في النيابة العامة، تقدم شكوى مكتوبة تحط فيها اسم الشخص المبتز، ويا ويله هذا الشخص إذا الشكوى وصلت حق النيابة العامة راح يدش وراح يتحول من أسد إلى يعني قطوة، احنا نقول قطوة شرازية او ما ابي اقول كلمة ثانية يعني تكون سيئة، ولكن راح يتحول الى شخص جدا ضعيف. هذا الشخص اللي انت تشوفه اسد راح يتحول الى شخص جدا ضعيف. فاعيدها بشكل سريع، اذا كان الشخص معروف تقدم شكوتك بنيابة الاعلام، الحين مكانهم الجديد بشويخ، تقدم شكوتك هناك مكتوبة بصياغة كاملة ويا ويل المتهم، واذا كان المتهم مبهم ما ندري منه تقدم شكوتك بالإدارة العامة للمباحث الإلكترونية، وراح يسعون جاهدين إنهم يوصلون حق هذا الشخص بكل سرية. روحي للمباحث بنفسك بتاكسي بدون أمك بدون أبوك بدون أخوك، أو روح للمباحث الإلكترونية بدون أحد، ما حد راح يدري، لا تحاتي، ما حد راح يدري. طيب في مشكلة ممكن تحوشكم عشان تكونون أو عشان تكون هذه الحلقة بكامل الصراحة، في عصابات معروفة تمارس الابتزاز من خارج دولة الكويت، يعني عصابة تحاول أن تطيحك بالغلط أو تطيحك بالغلط ويبتزونكم برا الكويت. طيب إذا رحنا المباحث، هل رجال المباحث أو الجيش هذا يملك الصلاحية أن يطق تذكرته ويسافر ويروح يصيد المتهم هناك؟ لا،
ما يملك، ولكن هل هذه نهاية الطريق أو هل هذا نهاية الطريق؟ لا، المباحث راح يقولون لكم الشخص هذا وين موجود وبأي بلد ومن وين قاعد يبتز. طيب إذا عرفنا أنه من الديرة الفلانية، فلنفرض شو نسوي؟ نروح الديرة الفلانية ونقدم شكوى بالديرة الفلانية. صارت قبل؟ إيه صارت، وفي دول معروفة يعني فيها هذه العصابات، مو دولة واحدة، في دول معروفة يعني موجودة فيها مثل هذه العصابات. رحنا وقدمنا شكاوي بالدول هذه وهم صادوهم، لأن كل دولة تعتبر مثل هذا الموضوع أو كل دولة تعتبر هذا الموضوع من المواضيع الحساسة جدا. قدمنا شكاوي برا وصادوا مجموعة من العصابات، سواء عندنا أو إخوان زملاء محامين، وحتى الأشخاص نفسهم بإمكانهم أنهم يطيرون بنفسهم للدولة هذه ويقدمون شكوتهم هناك. كل دولة فيها محامين، سهل أنك توصل حق أي محامي يقدم لك هذه الشكوى، سهل أنك توصل بنفسك للإدارة المختصة هناك وتقدم شكوى بنفسك. فيا جماعة الخير، نصيحتي لكم، أي شخص يتعرض لمثل هذا الموضوع لا يستهين ولا يسكت ولا يسلم رقبته، خلي يروح يقدم شكوى بشكل مباشر. لما تقدم شكوى ما حد راح يدري وراح تنحل مسألتك. عقوبتها بالقانون توصل لخمس سنوات. عادة لما أقول عقوبتها بالقانون توصل لخمس سنوات يعني القاضي يقدر يعطي لخمس سنوات، بس اللي قاعد يصير عندنا القاضي لما نشوف قضية متعلقة بمسألة حساسة مثل هذه عادة على طول يعطي أقصى عقوبة. فلا تستهينون بهذه المسألة، وإن شاء الله استفدتوا من هذه الحلقة ويعطيكم العافية.